غير واحد الجواب بسيط حول هذه المسألة اللي قلتي بأننا سبب العنوسة. اللي في البلاطو كاملين مزوجين وليداتهم كبروا والحمد لله اللي هذا يعني بل أكثر من هذا كافة وأغلب النساء اللي تيشتغلوا في الحقل النسائي كلهن متزوجات وكلهن بالأبناء ديالهم كاين اللي جدات كاينين جدات اللي عندهم الحفايد صلان بي وهذا يعني هاد الفكرة مغلوطة علاش لأن ما عندهاش في الأرض الواقع الأسس ديالها بالعكس كذلك ملاحظة ثانية ربما قد يقصد بالعنوسة على أنه الفتيات القادمات اليوم وهن يتربين في هذا المناخ في وسائل الإعلام مثلا يسمعنا كلام المدافعات عن تمكين المرأة يسمعنه في الإطار أنا أريد أن أكون نفسي وهذا شيء جميل أن أكون وأثبت ذاتي اجتماعيا قبل أن ألج إلى مؤسسة الزواج وربما قد أعزف أيضا لا يهمني هذا الرجل حتى الشبان بان عندهم افكار جديده اللي كتسير العصر ديالهم والحمد لله ان انا شخصيا اراها مساله ايجابيه ان لا الشابات ولا الشبان عندهم افكار جديده ما بقاش ديك الافكار الدنيا اللي تتعطي واحد النظره الدنيا للمراه كنلقاو شابات وشبان اصدقاء ماشي ضروري تيشوفوا ديك الصداقه بالنظره الدنيا للمراه الى غير ذلك والحمد لله هذه مساله تتشرف ايجابيه تتفرح وهذوك وليداتنا كاملين حنا بالعكس حنا كنبغيو المستقبل ديال الشباب ديالنا يكون مستقبل ديال المساواة ديال الإخاء وديال المحبة بيناتهم ويتعاونوا الاثنين على الزمان